ديما ديما كتعاود ديما هنا ويليك ديما نفس المشكل 15 ديما والله ديما نفس المشكل دابا حنا خدامين في القهوه هنا راه الميكرو باش نعرف بلاتي انا معاك ديما تصاوب ديما 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 يومين يومين تصايب يومين اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وعلى بعد ساعات من شهر رمضان الكريم. حادثة سير خطيرة هنا بالشارع سميتها الشارع الشريف، سميتها الشارع الشرفة، احد الشوارع واحد المدارات الخطيرة والمعروفة هنا بالعاصمة الاسماعيلية واللي كتكون في حوادث سير خطيرة اكثر من مرة. اليوم كما كتشوفوا معنا سيارة اجرة كبيرة في حادثة سير خطيرة مع سيارة صغيرة، وللان السائقين تهزوا للمستشفى المحلي بحالة خطيرة. كنتمنوا لهم الشفاء العاجل. هنا كنشوفوا التدخل ديال الناس ديال الديباناج باش ياخذوا السيارة. معنا صاحب السيارة المالك الاصلي ديال السيارة، واش ممكن شريف تعطينا شنو وقع شنو؟ يلا جيتي يلا جيتي دابا. نعم يا ربي السلامة يا ربي السلامة. معايا كذلك الناس اللي كانوا. نعم خذ خويا شد الميكرو شوف الميكرو يوميا حوادث كثير. نعم 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 ما كاين لا ستوب لا والو، كيوقفوا الحوادث كثير. وهاد الايامات راه توفى واحد السيد هنايا فهاد البليصه هادي، وهاد الكروازمو تقريبا كل اسبوع كيوقعوا واحد 10 ضحايا او 8 ضواحي نتاع ديزاكسيونو. واش باب هاد الملتقى هذا؟ هاد الملتقى نعم سيدي، هاد البلاصه هادي، هاد الملتقى بهاد البلاصه هادي. السيده ديال اليوم شنو وقع؟ ما عرفناش، ولكن حنا كنا قاعدين في المقهى حتى كنسمعوا هذاك الشيء. كانت واحد السياره بيضاء من نوع كانت واحد السياره من نوع داسيا بيضاء، هو هذاك مع الكروازمه، وهاد السيد جاي من الطريق ديالو ما عارفينش حنا شنو شفنا. هذا من جهه شارع ايران؟ ها من هاد المسجد الكومباتا، هو خارج من تما. نعم سيدي، ومن بعد هذيك الساعه كنسمعوا جوج برتيقات، من بعد شفنا السيارات الاجره تنقزت هنا البومبا نتاع المازوت. وهذا الشيء اللي غنقول لك راه ماشي هاد النهار، يوميا تقريبا ليزاكسيدون دائما كيتكرروا الحوادث تصير. ومات ذاك النهار واحد الراجل هنا في هذا الملتقى هنايا في هذا البلاصه هذه. شكرا لك. العفو سيدي العفو، شكرا العفو. نعم، فكما سمعنا الان احد المواطنين كيقول لك انه هذا المكان هذا هذه النقطه هذه نقطه خطيره ما فيهاش يعني. هنا كنشوفوا رجال الامن هنا حاضرين، رجال الامن الوطني لتنظيم حركه السير والجولان. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الخسائر اللي وقعت كانت كذلك كانت اصابات على مستوى السائقين بجوج، يعني راه تنقلوا في حاله خطيره للمستشفى. كنشوفوا حجم الاصابه ديال السياره والقوه ديال السياره باش كانت جايه حتى الارباك، ها هي خرجت على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. السرعه هنا كنتمناو لا السرعه وكذلك علامات تشوير وغيرها من الاشياء هنا. فهنا البلاصه اللي وقعت فيها الحادثه في هذه البلاصه هنا كما كتشوفوا معنا مازال الاشلاء ديال السيارات وديال. نعم كما كتشوفوا معنا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هذه الحادثه اللي يعني اللي سمعنا من عند الناس ومن عند المصادر اللي هنايا كيقولوا انها حادثه خطيره، وكان الصوت ديال الاصطدام كان صوت قوي. واللي وهنا كنشوفوا السياره داسيا كانت داسيا بيضاء، وهنا السياره ديال الطاكسي اللي كنشوفوها هنا جات المحطه ديال البنزين مباشره. كما كتشوفوا معنا الان الناس ديال الديباناج كيحاولوا باش يخرجوا الطوموبيله من هذا المكان اللي هي شدات فيه. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي كما كتتابعوا معنا هو على المباشر، هذا هو حجم الخسائر اللي وقعت في هذه السيارات الاجره وكذلك السياره الاخرى. كاين هنا حضور ديال رجال الامن الوطني اللي مازال يعني كيقوموا بالاجراءات ديالهم من اجل كذلك اخراج السياره من المكان اللي واحله فيه اللي عالقه فيه.
وكما كتابعوا معنا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذه هي الحادثة اللي وقعت هنا بالطريق المؤدية إلى كومباطا إلى اتجاه اختي تشري شنو سميتو؟ واخا شكرا. كما كتشوفوا معنا هو على المباشر، ف الله يحضر السلامه، الله يحضر السلامه الكل اللي يلتزم ويرد البال وياخذ الحيطه والحذر ديالو، لانه الوقت صعيب. هنا كنشوفوا يعني السياره كلات العصا كما كنقولوا، السياره كلات العصا، لا الباب ولا الجنبات ديالها. هذا هو حجم الضربه اللي كانت ما بين السياره والسياره الاخرى، السياره الخفيفه اللي كانت جايه من اتجاه الاخر، كانت جايه من هذا الاتجاه هذا. فللاشاره واللي كما سمعنا من عند احد المواطنين اللي كيقول انه هذه النقطه هي نقطه يعني ولات معروفه عند مستعملي الطريق هنا في مكناس، فما كاينش يعني ما كاينش اضواء ديال تنظيم السير يعني اللي فيروج كاين هنايا، ولكن الناس اللي جايين من هذا الاتجاه هذا، مع العلم ان هذا الاتجاه كيتستعمل وكاين يعني كيجيو منه الناس بزاف هنا خصوصا بالليل ولا بالنهار بحال بحال. ف تعلمت شوير بهذه المنطقه، نعاود نقربوكم شنو واقع بالضبط. هنا كنشوفوا السياره ديال الديباناج اللي غتاخذ في هذه الاثناء، هذه سياره طاكسي الى المرأب البلدي او على ما اظن. كما كتابعوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ف كما سمعنا هنا ها هي هنا المكان اللي كان فيه الحادث، هنا مكان الحادث مشاهدينا، يعني هنا كتبين حجم الحادثه وحجم يعني تل الضربه اللي كانت ما بين السيارتين بجوج. مازال رجال الامن الوطني هنا بعين المكان. نعم مرحبا مرحبا سيدي. ودائما مشاهدينا كما كتشوفوا معنا يعني هذا حجم خسائر سيارة الأجرة اللي مشات لها يعني الزاج الأمامي، الأبواب الجانبية، عدد من الخسائر على مستوى العجلات كذلك الأمامي ديالها. السيارة الأخرى ما عرفناش الداسية هزوها، الداسية مشات. السيارة الأخرى ما عرفناش شنو يعني فينا هي وشنو وقع لها، واش خدوها المرأب الان حتى هذه السياره غتخاد في الاثناء هذه، وكذلك يفكوا على المحطه ديال البنزين اللي كان فيها اللي وقع فيها التدخل. ودائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا، هذه هي الحادثه الخطيره اللي وقعت هنا بالعاصمه الاسماعيليه في الاثناء هذه، واللي راح ضحيتها شخصين حاله اصابه، والان اللي خذوهم المستشفى اصابات بالغه عند هاد الناس هادو. الحمد لله ما كاينش وفيات، ما كاينش خسائر بشريه، لكن كاين اصابات بالغه لكلا السائقين، واللي هما الان كيتلقاو العلاجات ديالهم بالمستشفى المحلي هنا بالعاصمه الاسماعيليه. غنحاولوا نتنقلوا للجهه الاخرى مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ونوريكم هاد الزاويه من هاد الزاويه هذه من هاد الشارع من هاد الجهه هذه الناس اللي كيستعملوا هاد الطريق هذه. فكما كتشوفوا معنا حتى البنيه التحتيه بلا ما ندويو عليها ديال هاد المدخل هذا، لكن مع العلم اننا هنا المدخل ديال احياء احد الاحياء الراقيه ديال العاصمه، دي زيموبل البلايص اللي نقيين وزويونين كما كنقولوا، ها الواقع ديالهم كما كتشوفوا معنا على المباشر، وما كاينش حتى علامات تشوير كما كتشوفوا معايا. اللي جاي من هاد الطريق هذه فما عندوش حتى علامات تشوير، لا علامات قف ولا فروج ولا حتى شي حاجه، يجي خاصو يسلك الامور كما كنشوفوا دوك الناس اللي دايرين دابا، راه هما يدخل وسط الطريق ويبقى يقلب تتخوى الطريق ويسلس هذيك السليسه. فهنا كنتمناو انه يتم وضع علامات تشوير لتنظيم هذا المدار هذا، لانه اكثر من حادثه سير، اكثر من مره كتوقع حادثه سير في هذه النقطه هذه. كنتمناو الجهات المختصه تدخل على الخط فيما يخص هذه النقطه هذه باش ما تكررش مثل هذه الحوادث، واللي غالبا كتكون حوادث خطيره. سمعنا من احد المواطنين الان انه كانت وفاته هذه، نعم كانت وفاه الاسبوع على ما اظن كما قال السيد كيقول انه كانت وفاه، فالحوادث هي هذه. فكنتمناو انه يتخذ بعين الاعتبار هذه المساله هذه. الان كما كتابعوا معايا هو على الصوره مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كيتم نقل سياره الاجره الى المرأب او على ما اظن الى الدائره الامنيه من اجل اكمال الاجراءات الاداريه فيما يخص
هذه الواقعه. فكنتمناو الشفاء العاجل للناس اللي تصابوا، وحنا مقبلين على رمضان، الله يصبر الاهل ديالهم والداوي ديالهم. هذا حجم الخسائر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. ما بقى لي الا نقول لكم اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء، والناس اللي شادين الطريق واللي ما باغين يمشيو يصوموا مع والديهم ومع وليداتهم، ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. فنتمنوا انه توصلوا سالمين غانمين للاسر ديالكم ولوالديكم، وما نفرطوش في السرعه، لانه الافراط في السرعه راه صعيب، خصوصا وحنا في هذه الايام المباركه نحاولوا ما قاديش على 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 الفواجع. فاشكركم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، دامت لكم الصحه والعافيه. الى اللقاء، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس.